توجهنا إلى ريو دي جانيرو للقاء روماريو مهاجم فاسكو الذي وجد نفسه في القسم الأول من بطولة كاريوكا على مقاعد الاحتياط، لكن يبدو أنه سيشارك في مسابقة تاكا المرحلة الثانية من البطولة. ومع اقترابي من تسجيل هدفه رقم 1000 فيمكننا التفكير حول ما سيحدث إذا ما جاء هذا الهدف ضد أحد منافسيه الكبار مثل فلامينغو. فهل يظن أن مشجعي فلامينغو سيحتفلون بالهدف أيضا؟ أنا متأكد، فهنالك احترام متبادل. إذا سجلت ضد فلامينغو فسيكون ذلك شرفا عظيما لي. هل سيكون كذلك بالنسبة للمشجعين؟ أنا من مشجعي أمريكا وكنت ألعب مع فلامينغو منذ 5 أو 6 سنوات وعلاقتي جيدة بالمشجعين. حسب سجلات روماريو فقد سجل 998 هدفا، ولا شك أن هنالك الكثير ممن ساعدوه. أكثر الحراس الذين ساعدوني هم من بوتافوغو، فقد كنت محظوظا ضدهم أيضا. يعتبر بوتافوغو أكثر ضحايا روماريو، فقد سجل ضده 31 هدف خلال 37 مباراة. وهنالك القليل من المدافعين الذين تمكنوا من جعل الأمور صعبة على روماريو. هناك أسماء مميزة ومدافعون كبار، منهم ريكاردو غوميز لاعب فلومينينسي، وموزير لاعب فلامينغو، وريكاردو روتشا لاعب فلومينينسي، وأغواراني. ولولاهم لسجلت 1000 هدف. مع وجود الكثير من الأهداف باسمي فليس مفاجئا أن يصعب على روماريو أن تذكرهم. لا أتذكر الكثير، فهناك مباراة برازيل ضد هولندا في كأس العالم عام 1994، وكذلك ضد الأوروغواي في ملعب ماراكانا. فهاتان المباراتان كانتا مميزتان في مسيرتي. يون جول دي برازيل أوروغواي ماراكانا سيغوندو جول. Esses dois gols são assim que eu me lembro que os gols que mais me marcaram. مع بلوغه 41 يملك روماريو الكثير من الخبرة وبإمكانه الفخر بمسيرته الطويلة. ما رأيك ببيبيتو؟ إنه أفضل لاعب لعبت معه في خط الهجوم. رأيك بلوكسمبورغو؟ كانت لدي بعض المشاكل معه عندما كنا معا في فلامينغو، لكن ذلك انتهى. اليوم يعتبر هو وإمرسون لياو من أفضل المدربين البرازيليين. رأيك بسكولاري؟ إنه يملك شخصية قوية وقاد البرازيل لتحقيق الألقاب، لكنني متأكد أنني لو كنت موجودا معهم لحصلنا على المزيد من الألقاب. رأيك برونالدو؟ إنه أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي. هل هو أفضل منك؟ لا، ولا حتى بشيء واحد. يمكن القول إنه أقوى مني بدنيا، لكن داخل منطقة الجزاء أنا أفضل على ما أظن. ما رأيك برونالدينو؟ إنه من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم اليوم، ولا بد من احترامه. وزيكو، إنه أكبر لاعب على مستوى الأندية شاهدته على الإطلاق. زاغالو، لقد صنع تاريخ كرة القدم البرازيلية وتاريخ كرة القدم العالمية، لا بد من احترامه. كلمة احترام هي ما يشدد عليها روماريو دائما، ولا بد أنه سيكسب المزيد من الاحترام من بيليه إذا أصبح ثاني لاعب برازيلي يسجل 1000 هدف. أريد أن أحقق ذلك بأقرب فرصة ممكنة، لأني أخوض سباقا ضد الوقت، وسأستغل أي فرصة لتحقيق ذلك، وهو الأمر الذي أتوق إليه بشكل كبير. Vamos para todos, vamos dizer assim, para acabar essa agonia.
لا أحد يعلم إلى أي مدى سيستمر روماريو، لكنه بالتأكيد يتمتع بدعم ناديه الحالي فاسكو، وربما سيمضي بقية مسيرته باحتفاله بالأهداف.